الأقدار المطلقة المدرسة القديمة أو المعمدانيين البدائيين في السنوات السابقة تم تحديدهم وتمييزهم عن جميع المنظمات الدينية أو الكنسية الأخرى مثل المعمدانيين الأسقفيين، وعلى هذا فقد ولدوا اللوم والتشوير. من أولئك الذين لديهم وجهات النظر أكثر محدودية لما نعتبره مطلقا، وكل حكومة الله المنتشرة على جميع الكائنات كل الأحداث وكل العالم. بمشاعر عميقة وقلق مؤلم شهدنا في الوعظ وكتابات بعض إخواننا التصرف في ذلك الغلة أتعدي للعقيدة للحد من تطبيقها على أشياء مثل العقل الجسدي للإنسان يمكن أن يفهم أو حكمة هذا العالم يمكن أن يفقر. في حين أن البعض سيعترف بأن كل الأشياء التي يرون أنها نقية ومقدسة هي رسامة أو مقتبسة من الله، فإنهم ينكرون أن حكومة الله المطلقة لا تمليها المرسوم المطلق للأعمال الشريرة من الرجال الأشرار والشياطين. لذلك كما يقولون أجعل الله مؤلف الخطيئة، ولذلك وضعوا حكمهم ووضعت حدودا للحكمة اللانهائية على أن تكون مقيدة، وأبعد من هذا الحد يجب أن لا يمد حكومته دون إخضاع نفسه إلى لومهم كإله غير عادل ومؤلف الخطيئة. لكن كيلومترهم محزن هو افتتان البشر الأعمال الفقراء، متى السلالة المتضخمة من اللحم والدم تتفق مع خالقهم إلا عندما يفترض الرجل البشري ليكون أكثر قداسة أو حكيمة أو أكثر منه. هناك بلا شك الكثير من الناس العزيزة من الله الذين يشعرون بالغيرة لمجد الله، والذين دون أي طموح أن يكون حكما فوق ما هو مكتوب في الكتب المقدسة، من عدم القدرة على فهم أسرتين متوازيين كبيرة من التقوى ومن الإثم. وقد شعرت بقلق يستحق ثناء لئلا نضع في ضعفنا، علينا أن ننسب إلى الله أي أن نفكر في الكمال أو أن نحجب عنه ما رتب له لتوضيح مجده. من المؤكد أنه يصبح لنا ككائنات محدودة أن نتحدث عنه وعن حكومته بالخوف والارتجاف. هو الرفيع الرفيع الذي يسكن الخلود واسمه مقدس، صفته محجبة في ذلك اللانهاية التي لا يمكن أن تكون محدودة من خلال البحث عن معرفة. يحفظ وجه عرشه مكان وقوة حكومته وينشر سحابة عليه. بما أن السماوات أعلى من الأرض كذلك طرق الله أعلى من طرقنا وأفكاره أعلى من أفكارنا. معيار النقاوة اللانهائية والقداسة هو إرادة الله. لا يمكن أن يكون هناك قانون أعلى من إرادة الله، فقط للمعيار أو مشاورة إرادته وصرورته هو نفسه مطابقا يعمل كل شيء بعد مشاورة إرادته. أفسس 1:11. إعلان النهاية من البداية ومن الأزمنة القديمة الأشياء التي لم تفعل قائلا ستقف محامي وسأفعل كل سعادتي. إشعياء 46:10. في هذا الصدد قال أنا الله ولا يوجد شيء مثلي، وفي الوحي من الحمل الذي يسكن فيه كل ملء اللاهوت يسقط 24 شيخنا أمامه الذين يجلسون على العرش ويسجدون له للعيش إلى الأبد وأي وقت مضى ويلقي جانهم أمام العرش قائلا أنت جدير يا رب لتلقي المجد والشرف والسلطة لأنك خلقت كل شيء ولتسعدك هي وخلقت. رؤيا 4:10. يا عمق الغنى كل من حكمة ومعرفة الله كيلومتر هي قابلة للحكم هي أحكامه وطرقه في الماضي معرفة
لمن عرف عقل الرب أو الذي كان مستشاره أو الذي لديه أولى يعطيه ويعوضه مرة أخرى لأنه من عنده ومن خلاله وله كل شيء لمن يكون المجد إلى الأبد آمين. روميتنا 11:33-36. عندما خلق الله السماوات والأرض لم تكن هناك قوة أخرى غير التي كان يعمل بها، ولم تكن هناك حكمة بل تم استشارته، ولم يكن هناك أي شيء آخر سوى إرادته الخاصة لإملاء ماذا أو لأي غرض أو لأي غرض يجبان يخلق أي شيء. بما أن الفخار له سلطان على الصلصال، فمن حقه أن يشكل أوعيته كما يشاء فاصل منقوطة، وإذا كان شكوك من نفس السبطان لتكريمها وصفنها، فمن ينازع حقه في القيام بذلك؟ يقول النبي أن الله هو الخزاف ونحن الطين. ثم ما إذا كان الله على استعداد لإظهار غضبه وجعل قوته معروفة تحمل معاناة طويلة جدا من السفن من الغضب المجهزة للتدمير، وأنه قد يعرف ثروات مجده على أوعية الرحمة التي كان قد أعدت لأجلاها مجدا؟ روميه 9:21-23. يتجرأ أي من الديدان الضعيفة والمتناهية من الأطربة على نزع الحق السيادي لله ليقوم بكل سروره في جيوش السماء وبين سكان الأرض، فأن يقول الكلام الذي كان مشكلا لماذا جعلتني؟ هذا ما دام ملائمة وقوة هي كلمات أيوب. الجحيم عار أمام الله والدمار لا يمتلك أي غطاء، إنه يمتد إلى الشمال فوق المكان الفارغ ويهدد الأرض. على لا شيء كان يربط المياه في غيومه السحابية ولا تشرق السحابة تحتها، يعيد وجه عرشه وينشر سحابة عليه. لقد حوصر المياه مع حدود حتى يختتم النهار والليل. أعمدة السماء ترتجف وهي مندهشة في توبيخه. هو يوزع البحر بقوته وبتفهمه، يجرح من خلال الفخ بروحه. قد زخرف السماوات، شكلت يده الثعبع ملتوية له. هذه أجزاء من طرقه، ولكن كيلومتره جزء صغير منه يسمع منه، لكن رعد قوته يمكن أن يفهم. أيوب 26:6-14. هل يمكن أن نفكر في الجلال الفاضل، الحكمة العميقة، المحامية العميقة وغير القابل للبحث، السلاح المتناهي؟ لا يخطئ الصنعة في كل ما كان قد تنازل ليخبرنا عن أعماله الرائعة والرائعة من الانتشار في الخارج وتزيين السماء العريضة وصولا إلى تشكيل الثعبع ملتوية، ولا يزال يقف في الشك من قوته المفرطة والحكومة غير المقيد على جميع الكائنات كل العالم وجميع الأحداث. هل الموت والجحيم وجميع الأشياء عارية أمامه والدمار كشف لعينه كل البصر وحتى الآن غير محدودا من قبل قوته وحكمته؟ هل مد الشمال ووازن الأرض بلا شيء من دون أي تصميم أو غرض أو مرسوم بشأن مصيرهم اللاحق؟ هل ربط الله المياه في غيمه السميكة وإعطى إلى البحر مرسومه أن المياه لا ينبغي أن تمر وصيته؟ 8:29. وبعد ذلك تركت كل شيء لمجرد فرصة عندما وضع عرشه فوق السماوات. هل كان لا قوة فيه لسيطرة على مصير كل الأشياء في السماء والأرض والجحيم على مدار 6,000 سنة؟ كانت الشمس والقمر والنجوم تمتلئ بدقة بمداراتها الخاصة، ومن دون اختلاف فترة ثانية من وقت إنشائها صنع كل ثوراتها في طاعة مرسوم الخالق.
هل من قبيل المصادفة أن السماوات هكذا تعلن مجد الله وتظهر الصلابة يده؟ ولكن يقول البعض إلى عقولهم أن مذهب الحكومة العالمية غامض. نحن نعترف بأن الله قد أوجد بعض الأشياء، ولكن لا يعترف بأنه قد سبق كل الأشياء التي حدثت. دعونا نرى كيف ستوافق هذه الحكومة الجزئية المحدودة مع السجل الإلهي. لنفترض أنه فيما كنا نفكر فيه من السماء يجب أن نجد الشمس والقمر وكل النجوم لكون واحدة ممسكة بقوة في مداراتها بإرادة الله ومرسومه الذي لا يقاوم، وأن نجماً واحداً منفرداً بدون أي مدار ثابت يسمح لتوسيع اللانهاية من الفضاء يتجول مع أكثر من سرعة البرق تسترشد فقط عن طريق الصدفة فاصلة منقوطة أين ستكون سلامة كل النجوم الأخرى. ماذا سيصبح من الأقدار من تلك الأجسام السماوية التي تهدف إلى الحفاظ عليها؟ من الخطر بموجب مرسوم من الله. لقد كان بالنسبة لنا فكرا مريحا أن الله قد وضع حدود ما سكننا على الأرض، وأن عدد أشهرنا معه، وأن أيامنا قد تم تعيينها لنا كأيام لأجواء لا تستطيع اجتياز حدوده نقطة. ولكن ما هو ضمان السلامة الذي يمكن أن يتحمله إذا ترك القتلة والرجال المتعطشين للدماء أو الشياطين غير المقيدة بمرسومه السابق في أذهاننا؟ يجب أن يكون كل شيء أولى شيء خاضعا لإخضاع إرادة الله ورعايته، حتى إن شر الأشرار مقيدون بالقدر حتى يغضب غضب الإنسان من الله، والبقي من الغضب سيحجم. الآلام والوفيات من حولنا تطر حتى أنه لا يمكننا أن نموت. لا يمكن لعمود واحد أن يضرب ما لم ترى إلى سماء مناسبا للموت والجحيم. لا يمكن إلا أن أكثر من يده والمحامي قد حددت يجب أن يتم. هل هذا يجعل الله مؤلف الخطية، أو بمعنى آخر هل هذا يجعله آثما أو يتهمه بشيء من النجاسة بدون معني؟ ضد من هو ممكن لله أن يخطئ؟ هل هو قابل لأي قانون فوق نفسه؟ إذا كان الأمر كذلك فبأي قانون يمكن اتهامه؟ في أي محكمة يمكن محاكمته أو إدانته كيف منافعر؟ إنه حقه الأبدي في أن يفعل كل سعادته، ولا يعطي للبشر حساب أو من أفعاله أو مراسمه. من تذوق الإلحاد أن ينكر أنه هو الإله المستقل بذاته الذي خلق كل شيء لإرادته وسيادته الخاصة. وإذا اعترف بأنه من حقه أن يخلق العالم وكل العالمين، فيجب أن يعترف أيضا أنه يحق له أن ينشئها وفقا لإرادته وسرورها. لا يمكن للديدان أن تتغاضى عنه عن طريق الخطأ لأنه لم يعينهم كانا أكثر روعة في الخليقة أو خلقهم ديدانا بدلا من الرجال. لا يمكن للرجال أن يتهموه بتهمة عدم خلقهم ملائكة ولا ملائكة لأنه لم يجعلهم آلهة. كل العالم مع تنوعه المتناهي من الكائنات الحية من الحشرة الصغيرة إلى أكبر وحش ضخم، وكذلك الإنسان، تم صنعها جميعا لمتعة صانعها، ويجب على الجميع أن يحافظوا على الغرض المحدد الذي كانوا من أجله مصنوع. حتى الثعبان المعوج وكذلك الحمامة غير المؤذية كلها كانت جيدة في أماكنها الخاصة فاصلة منقوطة. ليس جيدا بالمعنى الذي فيه الله جيد، ولكنه جيد لأنهم كانوا بالضبط ما قصدهم أو قصدوا أن يكونوا. لو كانت الثعبان مستقيمة أو كانت الحمامة ملتوية أو إذا كانت الأشياء التي صنعت مختلفة عن ما كان يقصده الخالق لكان هناك عيب في الصنعة.
لا يمكننا مع هذه الرؤى السامية التي نرغب فيها أن نفكر أن الله قد فشل في تأمين الإنجاز الكامل لتصميمه أو غرضه في أي شيء قام به. مدخل الخطيئة إلى العالم والموت بالخطيئة التي مر بها رجل واحد قدمر على البشرية جيم عا لم يكن له علاقة بوقوعه من أجله إلى ذنوب عينيه. موته وجحيمه ليس له غطاء. الهدف الأبدي الذي قصده الله في نفسه قبل أن يبدأ العالم كان كاف ينوش ملا بما يكفي ليشمل كل ما يمكن وما يمكن أن يحدث، أو أنه لم يكن قد أعلن نهاية كل الأشياء منذ البداية. المعروف إلى الله هي كل أعماله من بداية العالم، أعمال 3:18. لكن هناك العديد من يعترفون بمعرفة الله المسبقة ومع ذلك ينكرون محاميه المحتمل الذي يعتمد عليه يقن كل أحداث الوقت. قد يكون لدى الرجال معرفة مسبقة محدودة بالأشياء التي حددها الله من خلال محاميه المحدد والمراسيم غير القابلة للإلغاء، كما يقال إن الحي يعلم أنه يجب أن يموت. فاصل منقوطة. لكن معرفة الله المسبقة لا تعتمد على شيء خارج نفسه، لأنه طعن الكون ليخبر مع من استشاره أو من أمره. يبدو لنا أنه من الواضح تماما أنه لا يمكن اعتبار أي شيء غير محددا وغير محددا، وأن المعرفة المسبقة ومشورة الله لا يمكن فصلها. ومن المسلم به عموما أيضا أنه في خلاص شعبه الذي تعلمه سابقا، فقد فعله أيضا أن يكون طابقا لصورة ابنه. رومية 8:29. لكون أن ابن الله المحبوب قد تم تسليمه إلى أيدي الأشرار من الرجال ليتم صلبه من قبل المحامي المعهود والمعرفة المسبقة لله لا يقبل ذلك بسهولة. الأعمال الشريرة لأولئك الذين صلبوا رب المجد لم يسبق لهم قاتلتهم. فاصل منقوطة. لكنه كان معروفا ومصمما من الله. قال بطرس لأولئك الذين اتهموه بالشر بقتل أمير الحياة: إنني أدرك ذلك من خلال الجهل، لقد فعلتم ذلك كما فعل حكامكم أيضا. تلكنا تلك الأشياء التي سبق للرب قبل أن يراها باسم جميع أنبيائه أن المسيح يجب أن يتألم، وقد تحقق ذلك. أعمال الرسل 3:17-18. من أجل الحقيقة ضد الطفل المقدسة يسوع الذي تم مسحه لك هيرودس وبيلاطس البنطي مع الوثنيون وشعب إسرائيل، تم جمعهم معا على أن يفعلوا كل شيء يدك ومحامي خاصتك قرر قبل أن تكون فعلت. أعمال 4:27-28. لقد تنبأ خبوث الرجل في خيانة ربنا وصلبه بإيجابية من أيام هابيل فيما قاله الله للآباء من قبل الأنبياء، وما كان يدل عليه جميع القرابين التي قدمت في إطار الإعفاء السابق. تم عد قطع الفضة التي تعرض للخيانة بها وأعلنت مئات السنين قبل ولادة يهوذا. فاصل منقوطة. وانقسام ثيابه وقطعة الجبس لباسه السلس كان مسما على الله وأعلنه الأنبياء. كان تاريخ يوسف وأخوة إخوته وفاء لأحلامه وفقا للغرض الذي قاله يوسف قصده الله للخير. لقد قيل من قبل البعض أن هذه الأحداث العظيمة التي نقضها الله من أجل الخير أمرت من الرب، ولكن أن الأمور الأصغر وأشرار الناس لم تكن قد صحبت. لقد أخبرنا مخلصنا أن مشورة الله القاطعة في كل إلهائه المنتشر في جميع أنحاء العالم هي أرقام شعر رأسنا، بحيث لا يسقط شعر على الأرض بدونه. فاصل منقوطة. حتى العصافير الصغيرة محمية، ويتم توفير الغربان للغذاء من قبل محاميه المحدد.
ويؤكد لنا بولسن: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا لخير الذين يحبون الله ومن هم المدعون حسب غرضه. يبدو لنا من غير المعقول وكذلك غير الكتابية أن نقول أن حكومة الله يوجه ويسيطر على بعض الأشياء، وأن يتم ترك أشياء أخرى للسيطرة على الرجال أو الشياطين. إذا كانت حكومة الله تمتد فقط إلى الأعمال الصالحة للرجال، فعندئذ تكون حكومته المطلقة مستبعدة تماما فاصلة منقوطة لام، كما هو مكتوب: لا يوجد بر، لا أحد، لا يوجد أحد يفهم، لا يوجد أحد يسعى وراء الله. لقد خرجوا جميعا عن الطريق، أصبحوا معا غير مربحين فاصلة منقوطة، لا يوجد شيء فعل الخير لا أحد. روميات 3:12. إن نحصر حكومة إلى هنا ولا لأننا لا نستطيع أن نفهم تصميماته ونتجرأ على القول أنه ليس لديه تصميمات، إنه في أعظم الظلام يسكن، يؤدي عمله، يخفي السبب فاصلة منقوطة، ولكن على الرغم من أن طرقه غير معروفة الحكم والحق على عرشه في الجنة، الأرض والهواء والبحار ينفذ مراسيمه الراسخة، ومن قبل قديسه يقف الاعتراف إن ما يفعله هو الأفضل دائماً. الرجال يتصرفون طواعية عندما يرتكبون الخطيئة فاصلة منقوطة، ليس لديهم معرفة أو احترام لغرض الله أكثر من إخوة يوسف أو زوجة فوطيبار في حالته، لأنه لا خوف من الله أمام أعينهم. الأمر كذلك مع امرأة هذا العالم، لو كانوا قد عرفوا يسوع لما صلبوا رب المجد، لكن كان من الضروري أن يلقي يوسف في السجن، وكان من المفيد أن المسيح يجب أن يعاني، لذلك تم حجب المعرفة من مضطهد يوسف عن يسوع حتى يملأوا كأس شرهم. ومن ثم في حكمة الله أن العالم بالحكمة لا يعرفه، ومع ذلك فإن هذه هي الحكمة والقوة والحكم الصالح لإلهنا الذي يستطيع أن يحدد الحدود الحقيقية التي بها يكون شر الإنسان والشياطين محدودا، والذي لا يستطيعان بعده أن يذهب. الشيطان مقيد 1000 سنة بسلسلة عظيمة، وبعد 1000 سنة سيفتح لوقت قصير مع كل غضبه وحقده، فإنه قيد بالسلطة العليا ومرسوم الله لكي لا يفعل أكثر ولا أقل مما سيفوقه الله من أجل صالح شعبه ومجده. وهكذا أيضا الله يريد أن يظهر غضبه وأن يعرف قوته، ويتحمل معاناة طويلة من الأوعية الغضب المليئة بالدمار، كما في حالة فرعون والمصريين تصلب قلب فرعون حتى أنجزت كل الأوبئة والأحكام، ثم عرفت قوته ومجده القديران في أيصال العبرانيين وفي فرعون الساحق ومضيفه في البحر الأحمر. لذلك هو رحمة لمن يكون رحما والذي يقدره. فتقول لكم: لماذا يجد عليه أن من قال شهده؟ بل أيها الذي هو الذي هذا يجاوب على الله؟ ماذا يقول للشكل الذي خلقه؟ لماذا صنعتني هكذا؟ رومية 9:17-22. لم يدع الرسول الذي كان مدركا تماما التصرف في العقل الجسدي للتجمع والرد على سيادة الله في تنفيذ صوره اعتذارا عن الله أو لتعديل العقيدة ليجعلها أقل اعتراضا على عقل جسدي، ولكنه لفى الانتباه إلى التباين اللانهائي بين الله الحكيم والمقدس والقدير المطلق الذي يحمل مصيره الأبدية والذي يسمح لنا بالعيش طويلا، والرجل الفقير والمتناه الصالح والضيق والافتراض الجريء والحماقة القصوى. من التشكيك في العدالة أو حكمة الله في العمل كل شيء بعد مشاورة من إرادته،
إننا نعتبرها مسألة خطيرة للغاية، وهي أن نتهم أن الله لا يستطيع أن يحكم العالم من خلال مشوره الخاص وحكمه وقوته وفقا للتصميم الأبدي والثابت والغرض منه نفسه قبل أن يبدأ العالم دون تعريض نفسه للتهمة. كونه مؤلف الخطيئة، الخطيئة هي مخالفة لقانون يحترم بموجبه المعتدي ويخضع للعقوبة التي يخضع لها. لكننا سعينا لإظهار أن الله ليس تحت أي قانون بل لإرادته وصرورته، ولذلك هو يفعل صروره في جيوش السماء وبين السكان الأرض. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون قانونا مزما بترك شؤون هذا العالم أو أي جزء منه محكوما بالصدفة أو بإرادة الرجال كما هو في عقل واحد، ولا يمكن لأحد أن يحول أغراضه أبدية مثل نفسه. مراسمه مثالية من الأبدية، لا يعترف بأي تحسن أو تغيير. إذا لم يكن لديه الحق في تقدير كل الأشياء المتعلقة بأحداث الزمان قبل أن يخلق العالم، نسأل ما الحق الذي اكتسبه فيما بعد لتنفيذ أوامر عرشه إذا كان من دواعي سرور منع الخطيئة من الدخول إلى العالم؟ هل يمكننا الشك في قوته أو حكمته أو قدرته على فعل ذلك إذا كانت الخطيئة قد دخلت هذا العالم في معارضة إرادته، أو لأنه لم تكن لديه الحكمة والقوة لمنع دخوله؟ فما هو الضمان الذي جعلنا لا ندخل العالم أيضا؟ ولكن في نظرنا أكثر أتساقا مع ما قد عرفه الله لنا من كيانه وخصائصه لكي يؤمن بأن الله كان له غرض يستحق نفسه مهما كان جمودا بالنسبة لنا فيما يتعلق بمدخل الخطية، وكذلك فيما يتعلق بجميع الأشياء الأخرى. إنه يعطينا كنا ما زال، وأعلم أنه الله إلى أذهاننا الضعيفة لا يمكن تجنب الخاتمة بأن قدر لله يسيطر على كل الأشياء أو لا شيء. نحن ننظر إلى آلة معقدة واسعة مع عشرة آلاف عجلات لا يمكننا فهم أو فهم أعمالها، ولكن يقال لنا أن الماكينة لديه معرفة كاملة بجميع أجزائه باستثناء واحد. هناك استخدام واضح لكل عجلة وربيع، ولكن يتم الاحتفاظ بآلة واحدة في الماكينة التي ليس لها حركة معينة أو استخدام محدد كيلومتر من الوقت. يمكن أن تعمل هذه الآلة في أمان مع المشاغبين؟ جزء مسؤولا في أي لحظة لرومي كله في الارتباك. لا يمكننا أن نرى كيف يمكن لأي جزء من حكومة الله أن يكون مطلقا وآمنا إذا لم يكن الله حكومة غير موحدة للجميع في جميع أجزائه. وإذا كان لديه اليوم السيطرة الكاملة، ألم يكن له نفس السيطرة بالأمس وإلى الأبد؟ إذا لم تكن لديه السيطرة الكاملة اليوم، فهل هناك أي يقين من أنه سيكون لديه غدا أو في أي فترة مقبلة إذا اعترفنا بأن الله يحكم كل شيء طبقا لنصيحة إرادته وأنه غير قابل للتغيير؟ فيجب علينا أن نعترف بأنه قد قرر ما يجب وما لا يحدث في الزمن أو الأبدية. لكن إنكار سيطرته الشاملة على كل الأشياء بما في ذلك جميع الرؤساء والسلطات والعرش والسيادة والأشياء الموجودة والقادمة سواء كانت مرئية أو غير مرئية، هي إنكار أنه إله الأرض كلها وينكر عملياً السلطة الأبدية والربوبية. إذا لم تكن لديه القوة والحكمة لتحديد كل الأحداث، فكيف يمكنه أن يعمل كل الأشياء معا من أجل الخير لهؤلاء الذين يحبونه؟ ولكن في حين أن نؤمن بأنه هو الأسماء في السلطة وأنه يعمل كل شيء بعد مشورة إرادتها، نحن على يقين من أن يصعد في البر وأنه لا يوجد اسم معه.
الاعتراف بحكومة الله العالمية هو الاعتراف بالقدر السابق لكل الأشياء من سقوط عيسفور إلى حل عالم في غياب القدر، مع أي يقين يمكن للروح القدس أن يلهم الأنبياء والرسل القديسين أن يتنبأوا وبكل ما يجب أن يحدث إذا لم يكن محدا في غرض الله. كيف أخبرنا الرسل بأوقات عصيبة يجب أن تأتي في الأيام الأخيرة؟ والارتداد عن الإيمان والشر الروحاني في الأماكن المرتفعة، ولكننا سنقدم هذه الملاحظات لنظر قرائنا، ونرغب في أن يكون ما كتبناه قد تم اختباره بعناية من خلال المعيار المعصوم الكتاب المقدس، ولم يتم تلقيه إلا بقدر ما يتم الحفاظ عليه بكلمة وروح إلى هنا. تشرين الأول 1880، الشيخ جيلبرت بيبي.